اهلا بكم مشاهدينا الكرام هنا بالتغطيه الحصريه والخاصه لافتتاح بطوله الاستاذ ناصر بن محمد الهمام السنويه للابطال برعايه شركه الهمام على ملاعب الكاس. بدايه نستضيف في هذه اللحظات الاستاذ تركي هزازي رئيس اللجنه المنظمه. بدايه نرحب فيك عبر شبكه الفارس العالم. حياكم الله واسعد الله مساكم، وشرف كبير صراحه ان الفارس العالم يكون يغطي البطوله هذه، واشكر فارس العالم على حضورهم وعلى دعمهم للبطولات الحواري إن شاء الله، وشكر وتقدير للأستاذ ناصر بن محمد الهمام وشركة الهمام الراعية للبطولة. ما هو مدى استعدادكم لتغطية أو تنظيم هذه البطولة؟ والله يعني حنا بدأنا من فترة، يعني الحمد لله رب العالمين استقطبنا أكثر الفرق، يعني قوة في المنطقة الشرقية 16 فريق، يعني ما أعتقد أن في يعني بطولة نظمت بقوة هذه الفرق وبتواجد هذه الفرق، وبإذن الله تتواصل الفعاليات البطولة ويتواصل التنظيم بإذن الله يكون على أكمل وجه بإذن الله تعالى. أهم الأهداف من خلال تنظيمكم لهذه البطولة ماذا ستكون؟ والله أهم الأهداف هي أن يعني تعريف شباب المنطقة ببطولة الأستاذ ناصر بن محمد الهمام، يعني بطولة تكون جوائزها بهذا الحجم، يعني المركز الأول 5000، المركز الثاني 2000، غير الجوائز المالية لأفضل لاعب، غير الأحسن حارس، غير الأحسن أفضل مدرب، أفضل إداري. حنا بإذن الله هذه مجرد بداية. بطولة الأستاذ ناصر بن محمد الهمام بإذن الله راح تكون فيها جوائز مغرية لجميع الفرق، ويعني تكون مغرية أن الفرق يعني تسعى للاشتراك فيها وتتسابق للاشتراك فيها بإذن الله تعالى، ويعني تحريك الرياضة والمنطقة شوية. كلمة أخيرة يوجهها الأستاذ تركي هزازي ولمن؟ والله هي كلمة دائما أرددها، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكر من القلب للأستاذ ناصر بن محمد الهمام والأستاذ حيدر بن محمد الهمام ولشركة الهمام الراعية على رعايتهم هذه البطولة، بما أن البطولة أقيمت في منطقة الدمام، وهم طبعا مقر الشركة في منطقة رأس النورة، إلا أنهم رعوا البطولة، ومجرد أني بس يعني عرضت عليهم الموضوع على طول وافقوا. الله يعطيهم ألف عافية، والله يعيننا إن شاء الله أن نبيض وجيههم إن شاء الله ونأدي اللي علينا. والله يعطيكم ألف عافية أنتم يا شركة الفارس العالمي. شكرا لك. شكرا جزيلا. إذا كان هذا هو محور حديثنا مع الأستاذ تركي هزازي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأستاذ ناصر بن محمد آل همام. من هنا نلتقيكم مع لقاءات حصرية قادمة بحول الله.